اليوم ألا يكفي الشعب الأفغاني فخراً أن تكون منه حركة استطاعت أن تواجه أقوى دولة في العالم بالحرب وبالمفاوضات، بالمقاومة وبالمفاوضات؟ وانظر إلى رئيس هيئة أركان أمريكا ماذا يقول، يعترف أمريكا خسرت الحرب في أفغانستان. بدك أكثر من هيك؟ هذا فخر للشعب الأفغاني أن تكون منه حركة تهزم أمريكا أقوى دولة في العالم، باعتراف الأمريكيين، باعتراف بايدن نفسه الذي أقر أن أفغانستان هي مقبرة الغزاة، ثم تقول لي بأن طالبان تعيش مرحلة تتيه؟ نعم، أكرر أنها تعيش حاليا مرحلة تيه لأنها هي في بداياتها. أما في موضوع أمريكا وموضوع الخسارة الأمريكية، من هزم أمريكا في أفغانستان؟ الشعب الأفغاني. الشعب الأفغاني ممثلا بمن؟ من قاتل الأمريكيين؟ قاتل الأمريكيين، نعم، حركة طالبان قاومت الاحتلال الأمريكي، لكن هناك صارت مفاوضات بين حركة طالبان والولايات المتحدة منذ سنتين وأكثر في الدوحة. وهذه طبيعة الحروب، نعم، لابد من المفاوضات في النهاية. هناك تنازلات، حتى الفيتناميين نعم فاوضوا، هناك تنازلات من الطرفين. هناك أنا لا أعتقد بأن أمريكا تركت الساحة لطالبان هكذا، يعني لابد أن تكون هناك بعض ما تم الاتفاق عليه. ربما هذه الأمور ستظهر في المستقبل في الأيام المقبلة، لا ندري ما وراء الأكمة في المفاوضات. أستاذ عبد الناصر، ألا ترى بأن هذا النقاش قد حسم من خلال تصريحات المسؤولين الأمريكيين ومن آخرهم الآن رئيس هيئة الأركان؟ نعم. يعني النظرية الأولى التي سمعناها في بداية الانسحاب أنه والله أمريكا ضمن استراتيجيتها انسحبت لتضع طالبان بوجه روسيا والصين، يعني كان ممكن ها لها مستند. أما الآن باعترافات مسؤولين أمريكيين كبار، رئيس هيئة الأركان، مين بدك أكثر من هيك؟ يقول لك أمريكا خسرت يعني الحرب، هي تقول أنها ثم خسرت الآن الحرب. ما زلنا نناقش والله أمريكا هزمت ولا ما هزمت. لا، أمريكا هم الجماعة قالوا لك احنا خسرنا. أمريكا هزمت، أمريكا هذا طيب. يعني لا شك في أن أمريكا، ومرة أخرى يعني من هزمها؟ الشعب الأفغاني هو الذي هزمها ممثلا بحركة طالبان. أمن أوكي، أمن أن حركة طالبان هي كانت في الواجهة وهي قاومت. أنا لست هنا بصدد الدفاع عن أحد، ولكن نريد ذكر الوقائع بموضوعية، نتحدث بموضوعية. هذا حاضر الآن، لا نتحدث عن تاريخ بعيد، هذا حاضر نعيشه، صح ولا لا؟ ليس دفاعا عن طالبان. صحيح، يعني أحد أسباب هزيمة أمريكا في أفغانستان حركة طالبان، هناك أسباب أخرى، فساد الحكومة الأفغانية التي كانت تعتمد على الدعم الدولي، التي كانت تعيش على المساعدات الدولية. الآن حينما انقطعت المساعدات الدولية، حتى حركة طالبان الآن في أزمة في هذه المرحلة، وهي الآن تطالب المجتمع الدولي بتقديم المساعدات الإنسانية إلى أفغانستان، صحيح أم لا؟ يعني كما قال الأخ بابر في يعني في مداخلته، بأن وكنت أنا قلت هذا الكلام في بداية مداخلتي، أن طالبان جاءت إلى الحكم وهي غير مستعدة لاستلام السلطة، هي حاربت 20 سنة الحكومة الأفغانية، وشكلت حكومة في أقل من شهرين، أسرع من لبنان، شكلت الحكومة، لكن ماذا فيها؟ وزير أوزبكي وزير طاجيكي كما قال لك الأستاذ عمران، فيها تنوع. هل يعني هل هل هل, هل الأوزبك أو الطاجيك يعني يشكلون هذه النسبة البسيطة القليلة في أفغانستان حتى يكون لهم وزير مثلا، وزير نائب رئيس وزراء أوزبكي؟ لذلك سموها بحكومة تصريف أعمال، لأنهم يريدون توسعتها، وهم مدوا يدهم للجميع. أهلا وسهلا، تفضل. نتمنى ذلك، نتمنى أن يكونوا صادقين في ذلك، في يعني أن نرى هذا الموضوع في الأيام المقبلة، هذه الحكومة حكومة تصريف الأعمال.